اسمع الحديث هذا مرعب جدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انت بس اسمع هذا الحديث، باقي الحديث مش راضي تسمع؟ طب اسمع بس هذا الحديث اسمع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بس كل يا جماعة اللي دارس 10% أصول فقه، كل ماذا تسمى؟ صيغة عموم. كل مصور في النار، كل يعني كل كما يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي، قال أقوى صيغة من صيغ العموم كل. لو قال جميع يعني ها كل ما في إلا أي مصور عن النار، كل صيغة عموم. ما قال المصورون، نقول الألف واللام دخلت على الجمع فأفادت العموم، لا، كل. هاي كلمة كل مرعبة مخيفة جدا. كل مصور في النار. انت مصور في النار، نتكلم بشكل عام. طبعا عقيدة اهل السنة من مات على الكبيرة فهو في مشيئة الله. كبيرة، هاي كبيرة. من مات على الكبيرة فهو في مشيئة الله، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه، أمرك إلى الله كشخص كذات. لكن كقاعدة كل تفيد جميع المصورين، سواء كان كبيرا صغيرا، ذكرا أنثى، عربيا أعجميا، حاكما محكوما، غنيا فقيرا، أستاذا طالبا، زوجا زوج، كل صيغة عموم. انت دائما بس ترد كلمة كل، ارجف رجف كل. شوف اللي بعديه. ايوه. وعنه قال: سمعت قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: وين؟ في جهنم، في جهنم. بدك اسرع من هيك احاديث؟ طب اسمع. ايوه. قال ابن عباس: فان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجره وما لا روح فيه. ما الا خصف الشجره. هو بتفكر هذول بيصوروا شجر؟ الشجره يا اخي صور شجره، لكن شجره شو مالها من غير ما تكون انت قاعد تحتها؟ زي تقول لي هي مسموح تصوير الشجره، شجرة ما تبقوش قاعد تحتها، انت ومرتك وولادك واصحابك واقاربك وجماعتك شوف الحديث التالي. ايوه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ايضا هي صيغة عموم. من صور صورة نكرة في سياق الشرط، من صور صورة. والله يا جماعة الأمر مرعب، مرعب جدا. صيغ عموم، بدي أقل مدرس أصول فقه هذا من كثر ما فيه أشياء مرعبة. طب ارتعب، تشوفك بترتعب ولا بتضحك انت مبسوطة حالك؟ روح عمرتك اذا بتمون عليها تقول لها بدنا نلغي الان التصوير، بتمون عمرتك ولا بتخاف؟ واذا بتخاف معناته قضيت على بيتك بالدمار. مشي يا اخي، كسرت لك كاسة مشي لها، حرقت الطبخة مشي لها، حطت لك ملح على الشاي مشي لها. اما صورة تعالي وين، اما بدهاش تقول لك طب ما انت شايفك انت متصور، ولا انا توبت الى الله، توبت الى الله. كمل يا حبيبي، كمل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه صورك في العرس بدك تروح تلغيها هسه، بدك تروح تلغيها.
صورك ابنك هذول اللي قاعد بتصور لي اياه كله بدك تلغيه وتتوب الى الله. شوف الفيسبوك بتاعك هذا كيف بدك تلغيه لي اياه، حتطلع عليه 800 مليون صوره. قال الجاهلي مسوي لي 1000 تمثال في زماناته الاخ، صفر الله. قال اخ، وان كان يعني بعض العلماء بجيزه يعني اخ العروبه بدناش نحكيها حتى بالمره، قديش مسوي يا جاهلي؟ 1000 تمثال في حياتي سوين في يوم، هذا فيش عندك حركه. كمل كمل كمل.